السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما صححنا الجزء ديال الفيزياء بارتي فيزيك في الكونكور ديال 2020 بالنسبة لي فاكولتي دو ميديسين فارماسي، ان شاء الله اليوم غادي نديرو تصحيح ديال لا بارتي شيمي، يعني الجزء ديال الكيمياء. اذا صافي نبداو ان شاء الله، على ما التحق الجميع نبداو فنعرفوا بدا الجزء ديال الكيمياء اشنو عطاو فيه. دونك هنا عندنا جزء ديال الكيمياء عطاو فيه لو سويفي طومبوريل دون ترانسفورماسيون شيميك، دونك لو سويفي عادي. عطاو ايفوليسيون طومبوريل دان سيستيم شيميك، ولكن هاد المرة ماشي بلا كورب، مي عطاو طابلو. زيد نشوفو من بعد. Solution aqueuse d'acide éthanoïque. Solution aqueuse d'acide éthanoïque. Étude d'un comprimé d'ibuprofène. Degré d'acidité d'un vinaigre. Et dans le degré d'acidité, Étude de solution aqueuse d'acide benzoïque, marration okhra. Étude aqueuse, na solution aqueuse d'ammoniac, c'est une base. Réaction d'acide lactique avec hydroxyde de sodium. Donc acide avec hydroxyde de sodium. Hna ra dima ki jif bali ki anna hna ra ghadi adna dosage. Idan hado huma les parties li adna f had l'imtihan hada bnisba l'kimya. إذا على بركة الله نقراو أول جزء ونشوفو شنو عندنا، ولا كان شي تكنيك ولا شي حاجة غادي نقولها لكم هنايا. دونك نقراو بطبيعة الحال، غادي ندير الترجمة العربية الناس اللي كيوجدوا بالعربية. ألوغ أون انتخودوي دون زان بالون اون كونتيتي دو بودغ دو زانك، ياك بودغ دو زانك، دونك من لي غياكتيف كاين لو زانك. Et on y verse un volume V, V c'est 75 ml d'une solution aqueuse d'acide sulfurique. Et on va faire l'acide sulfurique avec le zinc. Donc là, il y a l'équation Zn plus 2 H3O plus, ça s'appelle Zn de plus, plus H2 plus 2 H2O. Alors la courbe ci-contre représente les variations de l'avancement X de la réaction en fonction du temps. Donc les données les Edna. Adna, la vitesse volumique moyenne d'une réaction a pour l'expression. Et dans hadi ma'amar, comme je suis hadi, la vitesse moyenne. Ma qu'arrêtou hach hadi fil baccalauréat. Et dans le moyen, m'gadien tarqoula. Avec un volume total du mélange. Attends, on a hna wahad moussa adaf l'hsab, li anna calculatrice non autorisée. Donc, gal kanta ra 3375 35, kat'a hadi l'adad. 1,19,10,5. Ou 75 fi. 45 كتعطينا 3375. دونك هادو هما المعطيات اللي عندنا، وعندنا لا كورب هنايا اكس عندنا بالمليمول و تي بالمينوت. طبيعة الحال هنايا عطانا هاد 5 تدريجات كيعطيو 5.96، وعندنا هنايا 5 تدريجات ب 50 دقيقة. هادو هما المعطيات اللي عندنا لحد الان. الوغ نجيو نشوفو هنا السؤال الاول. دونك لافونسومون فينال اكس اف فو. دونك اكس اف هنا غادي تحدد هنايا جرافيكمون. اذا نجي نشوفو، دونك هنا عندنا اكس اف، هنايا كنشوفو بان لا كوب هنا ولات وصلنا لو ريجيم بيرمانون. دونك هنايا ها هي اكس اف ديالنا، هي هادي. دونك اكس اف شحال فيها من 5.96، 1, 2, 3, 4, 5. دونك اكس اف كتساوي لينا 5 فاش 5.96، 5.96 ياك. خاصنا نحسبوها، باش نحسبوها نقدروا هادي هاد 5.96 نردوها 596، ولكن حركنا الفاصله بجوج الارقام هنايا، دونك غتولي في 10 اس ناقص 2. غنمشيو نديرو الحساب ديالنا 596 نضربوها في 5. 6 في 35، 5 في 9 45، و 3 هي 48. كتب 8 ونحتفظ ب 4.
خمسة في خمسة 25 وأربعة هي 29، إذا النتيجة هي 2980، ولكن في 10 أس ناقص جوج، في 10 أس ناقص جوج غادي ترجع هي 29.8. نردو الفاصلة هنايا، إذا 29.8 ميلي مول، ميلي مول. ونشوفو فين هو الاقتراح الصحيح هنايا، دونك 5.8 ميلي مول، عفوا 29.8 ميلي مول، هو هذا الاقتراح. دونك هي لا ريبونس جوست. Bien. Nous avons d'abord la valeur du temps de demi-réaction. Donc T1 demi. T'as bien le T1 demi, il y a demi bien, puisque nous avons la courbe de X. Donc, nous avons dit. Donc, nous avons dit. Donc, XF, donc T1 demi, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement X prenne la moitié de la valeur finale. دونك غنجيو هنايا عندنا لا فالور فينال ديال اكس اف، عندنا 5 ديال التدريجات، دونك غادي ناخد 2.5. اذا ها هي 2.5، هي هادي، غندير لا بروجيكسيون هنايا وهنا عاوتاني، دونك غنلقاو 40 دقيقة. اذا ها هي باش نتأكدو نزومي باش تبان ليكم، دونك ها هي 40 دقيقة، اذا 40 دقيقة، دونك تي ان دومي سي 40 مينوت. دونك 40 مينوت، دونك ها هي سي La proposition C. Bien. Nous avons d'abord la question 43. Donc la valeur de la vitesse volumique moyenne de la réaction entre T0, T égale à 0 et T égale 90 minutes. Donc la vitesse moyenne qui va se faire. Attends, la V moyenne égale 1 sur V, c'est le volume de la solution, ou les deux mélanges. On a delta X sur delta T. Et donc, je vais vous dire, c'est la question. Donc V moyenne sur 1 sur V delta X sur delta T. Et donc, comment vais-je faire avec cette question? Je vais mettre 1 sur V, qui est 75 ml, donc V 75 ml, c'est 10 à la puissance moins 3, fois. Donc, les points légaux, nous avons 90 dqa, delta T, donc 90, naqis 0. إذا ما بين 0 و 90، ها هي درناها. بيان، اش يبقى لينا؟ يبقى لينا هذاك إكس ديال 90 شحال كيساوي، وغنمشيو نقلبوا على إكس ديال 0 شحال كيساوي. بطبيعة الحال إكس ديال 0 راه هو 0، بلا ما نبقاو نعقدوا مع الأمور، غتبقى لينا هاد إكس ديال 90. إذا غنمشيو نبحثوا بعدا على 90 هنايا، 90 هي 9 ديال التدريجات، أنا غنحسبهم وغنشوف شحال غتجينا. ها 50، 60، 70، 80، 90. دونك ها هي 90، 90 هي هادي، غنجي ندير لا بروجيكسيون هنايا. نديرو لا بروجيكسيون، غنلقاو هنا غنطيحو في 4 ديال التدريجات. ها هي، انا غادي نزيد نزومي باش تبان ليكم. دونك عندنا هنا 90، ها هي 90 طلعنا حتى هنايا، طحنا في التدريجة الرابعة. إذا غنضرب 4 فاش؟ في 5.96. إذا 4 في 5.96، وما نساوش هادشي كله عندنا بالميليمول، خاصنا نديرو 10 على بويسونس موان 3. دونك اول حاجه كنلاحظ، بان هاد 10 على بويسونس موان 3 مع 10 على بويسونس موان 3 فا ديسباري. هنايا باش تبان لينا واحد المساعده هنا عطاوها لينا، ها هي هاد 75 في 45. اذا نقدروا نديروا هاد 75 في 45، نقدروا نديروها كمعطى. انا كتبان لي هنا هاد 90 هادي نقدروا نرجعوها 45. اذا كيفاش بعد هاد الصفر؟ مع المهم هاد الصفر ما يبقاش هنا، غتبقى عندنا هاد 90 هادي ومع هاد 4، هاد 4 قسمنا على 2 غتعطينا 2، وهاد 90 قسمنا على 2 غتعطينا 45. اذا ها هي بانت لينا ديك 75 في 45. اذا غنرجع كلشي هنايا، غتولي عندنا هي 1 على 75 فاش في 2 في 5 96، وهنايا على 45. ها هي بانت لينا، اذا 45 في 75 هي ديك 3375. اذا غتبقى لي هنا 1 على 3375، وهنايا فاش غيبقى لنا؟ غتبقى لينا صراحة ما غيبقى والو، صافي نحيدو هادي. دونك غتبقى لينا سيدي رجعنا سابقا، دونك هي 2.2 × 5.96. إذا غنمشي نحسب هاد 2 × 5.96، هاد 5.96 نقدر ردها 596، ولكن نضرب كلشي في 10 أس ناقص 2، نحرك الفاصلة بجوج الأرقام. إذا غندير هادي 996 فاش في 2، إذا 6 في 2 12،
جوج نحتفظ بواحد، هنايا جوج في تسعود 18 وواحد هي 19، تسعود نحتفظ بواحد، هنايا عندنا جوج في 5 10 وهنايا 11، إذا 11، إذا غتبقى لي هي واحد على 3375 فاش في 11 92، ولكن في 10 أس ناقص جوج، ياك نقدر نرد الفصيلة هنايا ماشي ما فيها باس، ولكن نحيد هاد 10 أس ناقص جوج بحال هكا، غتبقى لي 11 92، نقدر هاد 11 92 نردها أنايا 1.192، ولكن نضرب هنا في 10 أس واحد، نحرك الفصيلة هنايا على اليسار، علاش درت هاد العدد هذا؟ لأن بان لي هنايا في ديك المساعدة كاينة هاد 1.19، شتو كاينة مزيان، إذا نخلي هاد المساعدة بحال هكا 1.19 نقدر نحيد هاد الجوج. جاو هنايا اش قالوا لينا؟ قالوا لينا أودي ها أنت شوف راه 33 75 ياك، إلا ضربتيها في 35 كتعطينا 1.19 10 أس 5، إذا أنا عندي هاد 33 75 هنايا، دونك علاش ما نديرش واحد القضية؟ نضرب هنايا في 35 ونضرب هنا في 35، ضربت وقسمت في 35 ما درت حتى شي حاجة، هاد 33 75 هادي إلا ضربت في 35 هي اللي كتعطينا ديك 1.19 10 أس 5، وكاينة ديجا ديك 1.19، شوف باش تسهل لنا في الحساب، هنا 10 أس ناقص واحد، وهنا غتبقى لينا 35، إذا غتخسر زاد 1.19 من هادي، هاد 10 أس 5 غتطلع الفوق غتولي 10، عفوا هنا كاين 10 أس واحد، دونك غتطلع هاد 5 الفوق غتولي 10 أس ناقص 4، يعني غتبقى لينا 35 في 10 أس ناقص 4، أش مول لتر موانزا مينوت موانزا، أجي نشوفو واش عندنا هاد الاقتراح ولا لا، 35 10 أس ناقص 4، 35 10 أس ناقص 4 أه كاين هو هذا، ولكن حنا خارج لنا 35 10 أس ناقص 4 هما دايرين 35 3.5 10 أس ناقص 3، إذا نقدر ندير الفصيلة هنايا وهاد ناقص 4 ردها 3 وها هي خرجت لنا، إذا هنايا 3.5 10 أس ناقص 3 مول لتر موانزا مينوت موانزا سي لا بروبوزيسيون قلنا اسمحوا لي سي لا بروبوزيسيون او، دونك او هي اللي صحيحه، دونك لا بروبوزيسيون او بيان مزيان. نمروا الان للسؤال الموالي، السؤال الموالي شنو تيقول؟ صافي سالينا لا بارتي الاولى دونك ايفولوسيون تمبوريل دان سيستيم شيميك، دونك هنا نقراو مزيان هاد لي دوني هادو اللي عندنا، ا تي ايكال ا زيرو، ا تي ايكال ا زيرو اون اجوت ان فوليوم دو دوكسيجيني، يعني لو اوكسيجيني ا ان فوليوم دون سوليسيون دو بيرمونغانات دو بوتاسيوم، الوغ بيرمونغانات دو بوتاسيوم غيتفاعل لينا مع لو اوكسيجيني اسيديفي، دونك اسيديفي بمعنى ان الميليو اسيد يعني ان الوسط حمضي، لو اوكسيجيني قراو مزيان اش دو او دو اي اوكسيدي، عرفتي شنو كاين معنى اوكسيدي؟ شكون هو اللي كطرى لي لوكسيداسيون؟ اوكسيدي سي اكسيدا، دونك اش دو او دو سي ان ريديكتور، صافي حيت ديما تنقولو لو ريديكتور اي اوكسيدي، دونك اش دو او دو سي ان ريديكتور هنايا باغ لي زيون بيرمونغانات، قالك تاكسد ليك بلي زيون بيرمونغانات بمعنى ان هاد لي زيون بيرمونغانات ام ان او 4 موان هذا سي ان اوكسيدون اوكس، اذا ام ان او 4 موان غيكون اوكسيدون و اش دو او دو غيكون ريديكتور سولون ليكواسيون، اذا عطاونا ليكواسيون 5 اش دو او دو بلس 2 ام ان او 4 موان بلس 6 اش بلس كتعطينا 5 O2 l'oxygène plus 2 Mn2 plus plus 8 H2O. واخ مزيان، اذا عطاونا المعادله وجو هنا قال لك انت راه لو طابلو سي دو سو سي دو سو بريزونت ليفولوسيون تمبوريل دو لا كونستراسيون دي زيون Mn2 بلس، اذا هنايا غادي يعطينا هاد الطابلو هذا غيعطينا ماذا؟ غيعطينا التطور ديالاش ديال التركيز la concentration ديال هاد Mn دو بلس اون فونكسيون دو طون، اذا في 0 0 4 10 20 اذا غادي وكيطلع لينا هاد كونسونطراسيون حتى كنوصلوا ليطا فينال، ليطا فينال هي هادي 120 هادي، شو هي هادي، اذا في 120 لا 120 دقيقه فالكونسونطراسيون فينال ديال Mn دو بلس هي 0.56. لي دوني اللي عندي سي لو فوليوم مولير، عندنا الفوليوم دو ميلونج، وعندنا H2O2 ايتان رياكتيف ليميتون بمعنى انه في ليطا فينال هاد الكونتيتي دو ماتيغ ديال هاد H2O2 راه غتكون لينا زيرو، اذا هادي هي معطى قالوه لينا عوض اننا حنا نمشيو نبرهنو على انه رياكتيف ليميتون وقالوه لينا، دونك نشوفو لي كوبل، لي كوبل اوكسريد بارتيسيبون ا سيت رياكسيون سون، دونك شكون هي
هنايا لي كوبل اللي غادي نعتمدوا عليهم. قبيله ملي كنت كنقرا في لي دوني قريت واحد الحاجه مهمه، شنو هي؟ H2O2 ايتوكسيدي، بمعنى ان H2O2 سي ان ريديكتور مختزل. اذا المختزل هنايا كاين بزاف الحالات اللي هاد H2O2 كيلعب دور مختزل، كاينه في بي ها هي هو مختزل، وكاينه في السي ياك، وكاينه في الدي، كاينه في السي ودي وبي. اذا هاد الثلاثه الوسطانيين زيد واخا. غادي نحاول انني نحيد واحد الاقتراح غلط، اشنو هو؟ هو هاد دي. علاش هاد دي غلط؟ لان هنا هاد اش دو او دو اشنو نتج عليه؟ نتج عليه او دو، بمعنى ان اش دو او دو ريديكتور، و او دو هو الاوكسيدون. الاوكسيدون دونك هنايا سي اش دو او ها هو. دونك دابا حصرنا الجواب ديالنا ما بين سي وما بين دي. دابا شنو غادي يبقى لينا؟ غادي تبقى لينا ام ان او 4 موان. هنا قال لك هاد اش دو او 2 اي توكسيدي باغ لي زيون بيرمونغانات ام ان او 4 موان. اذا ام ان او 4 موان سي ان اوكسيدون. اذا فين هو اللي كيلعب دور الاوكسيدون؟ هو هذا. اذا ام ان او 4 موان اوكسيدون، ام ان 2 بلس سي ان ريديكتور، و او 2 سي ان اوكسيدون، اش دو او 2 سي ان ريديكتور. دونك الاقتراح بي هو اللي صحيح. دونك الاقتراح بيان. مزيان ندوزو دابا للسؤال 45. السؤال 45 تيقول لنا لا فالور دو طون دو دومي رياكسيون اي. اذا ما عنديش دابا هنا لو طون دو دومي رياكسيون هنا، ما عنديش ديك لاكوب. الوغ لاكوب ما عنديش، ولكن غادي نعتمد على الجدول اللي عندي هنايا. مزيان الجدول هذا اللي عندي هنايا شنو كيعطيني؟ تيعطيني لي فالور ديال اش؟ ديال لا كونسونطراسيون دو ام ان دو بلس اون فونكسيون دو طون. دونك كونسونطراسيون اون فونكسيون دو طون. الوغ انا عنديش ما عنديش اكس هنايا، عندي الكونسونطراسيون. اذا كيفاش غادي نتعامل مع هذا السؤال؟ اول حاجه ندير واحد الطابلو دافونسمون صغير اللي غيساعدنا، غادي يساعدنا على اننا نجاوبوا على هذا السؤال هذا. دونك هنا عندي 5 او 2 ياك، عفوا 5 اش 2 او 2، عندنا بلس 2 ام ان او 4 موان، بلس 6 اش بلس. اش غادي يعطيني؟ غيعطيني 5 او 2 بلس 2 ام ان 2 بلس بلس 8 اش 12. انا ما كيهمنيش هنايا، انا مهم هنا عندي واحد ان 0 او نسميها انا ان 1، وهنا ام ان او 4 مو ان 2، هنا راه اون اكسي، ما عندني والو، صفر صفر لو ايطون نيكسي. علاش هنا درت اش بلس اون نيكسي؟ لان الميليو اسيد. دونك هنا عندنا ان ان موان اكس، عفوا موان 5 اكس، عندنا معامل 5. عندي هنا ان 2 موان 2 اكس، هذا اون نيكسي صافي. دونك هنايا سي 5 اكس، هنا 2 اكس، وهنا هذا اون نيكسي. في ليطا فينال بيان سور هنا ان ان موان 5 اكس اف، n2 moins 2xf 5xf 2xf هنا اون اكس. مزيان اذا انا كيهمني دابا الاكس اف ياك. دونك حنا قلنا بان الاكس ديال تي ان دومي، كنعرفوا بان الاكس ديال تي ان دومي شنو هو؟ هو اكس اف سور 2. المشكله انني انا ما عنديش الاكس اف، ولكن عندي في الطابلو عندي هاد الكونسونطراسيون ديال ام ان 2 بلس. اذا غنمشيو للطابلو، كتبان لي بان الكونتيتي دو ماتيغ ديال ام ان 2 بلس هي شحال؟ هي جوج اكس اف. اذا ان ديال ام ان 2 بلس فينال هي جوج اكس اف، بمعنى ان اكس اف هي اش؟ هي الكونتيتي دو ماتيغ ديال من ديال ام ان 2 بلس فينال. الكونتيتي دو ماتيغ هي اش؟ هي الكونسونطراسيون ديال ام ان 2 بلس، ام ان 2 بلس فينال فوا فوا في لو تو سور 2. هاد الجوج هادي جات من عند اكس اف. اذا كتبان لي الان بانه راه نقدر انني ندير هاد ام ان 2 بلس فينال فوا في سور 2، هذا اكس اف. بون الى بغينا
جو سي با واش باقيين كتسمعوا الصوت ولا لا. اذا كان الصوت كيتسمع قولوا لي في كومونتير. الصوت مازال واصلكم؟ اذا مزيان، اذا الصوت كيتسمع اوكي. اذا هنايا ام ان، اذا كيف ما بالينا من طابلو دافونسمون، اذا ام ان دو بلوس هي اش؟ هي 2 اكس سور في. برافو. اذا عندنا ام ان ديال تي ان دومي هي اش؟ هي جوج ديال اكس تي ان دومي، تي ان دومي سور في. الوغ هنايا كنلاحظوا بانه هي ام ان، حيت هنا اكس ديال تي ان دومي سور في مع ديك الجوج، دونك هي ام ان دو بلوس فينال سور دو. بيان، غنمشيو نقلبو على هاد ام ان دو بلوس فينال. هاد ام ان دو بلوس فينال كونسنتراسيون ديالها فينال هي شحال؟ هي 0.56. اذا غادي نقسم هاد 0.56 غادي نقسمها على جوج. اذا ملي غنقسمها على جوج شحال غادي تعطيني؟ 0.56 على جوج، وبطبيعة الحال غادي يمشي الرد هذه 56. إذا غتولي هي 56 في 10 أس ناقص جوج على جوج. إذا غنقسم 56 على جوج، 56 على جوج، دونك هنايا عندي رقم، غناخد رقم، دونك غادي تبقى ليا هنايا 5 فيها جوج غتبقى واحد 16، إذا 28. إذا 28 في 10 أس ناقص جوج. غندوزو الفاصلة برقمين غتعطيني 0.28 مول، مهم 0.28 معقدش في الطابلو شحال عطيني مول لتر موانزا. إذا 0.28 هاهي عندي في الطابلو. إذا تي أن دومي هو 14. إذا 14 ألوغ هنايا تي أن دومي 14، دونك سي لا كيستيون بي. بيان، دابا أون باس الفوليوم، دونك لو فوليوم ديال أو دو. إذا هنا عاوتاني غادي نرجعو للطابلو ديالنا، الطابلو اللي درنا الفوليوم عنده علاقة بالكونتيتي دو ماتيغ ديال او دو. الكونتيتي دو ماتيغ ديال او دو من الطابلو هي 5 اكس اف، دونك غادي نجي هنايا ان ديال او دو سي 5 اكس اف، والفوليوم ديال او دو سي كوا؟ سي لا كونتيتي دو ماتيغ، كونتيتي دو ماتيغ ديال او دو فاش؟ في الفوليوم مولير، حيت كنعرفو بان الكونتيتي دو ماتيغ هي الفوليوم على الفوليوم مولير. مزيان، دونك هنايا كنستنتج جوج ديال الحوايج. اش كنستنتج؟ كنستنتج بانه ان الفوليوم ديال او دو على الفوليوم مولير اش غادي يعطيني؟ غيعطيني 5 اكس اف. المشكل هو هذيك الاكس منين غادي نجيبوها حنايا؟ بطبيعه الحال فغادي نجيبوها من العلاقه ما بين اكس اف وما بين المعلومه اللي عطينا. شكون هي المعلومه اللي عطينا؟ المعلومه اللي عطينا هنايا هو هاد الطابلو هذا ديال من ديال ام ان دو بلس، ديال ام ان دو بلس. اذا هنايا ما غاديش نخدم انا بالاكس اف، عرفتوا علاش؟ لان هنايا فرض عليا الفوليوم عندها 24 دقيقه. اذا 24 دقيقه غنمشي ل 24 دقيقه، ها هي عندي الكونسونطراسيون ديال ام ان دو بلس. اذا غنحيد هنا اكس اف غنخلي غير اكس، اذا غنخدم بليطا انترميديير. دونك غيبقى خاصنا اكس، اكس من الطابلو شنو قلنا ليه؟ اكس من الطابلو قلنا راه هو الكونسونطراسيون ديال ام ان دو بلوس فوا الفوليوم سيغ دو، غادي جبناها من الطابلو. اذا غنعوضوها هنا، دونك في او دو سيغ لو فوليوم مولير غيعطينا 5 سيغ دو ام ان دو بلوس فوا في، ياك اتي ايكال 24 مينوت. دونك هنا قالك في 24 مينوت، دونك في 24 مينوت شحال عندنا؟ عندنا 0.40. اذا 0.40 دونك ام ان دو بلوس هي 0.40 مول لتر موانزا. دونك غنمشي نعوض هنايا كلشي دابا، دونك غادي تعطيني
5 sur 2, صفر فاصلة 40 فاش في الفوليوم توتال اللي عندنا هنايا من لي دوني هو 10 مليليتر. دونك 10 مليليتر سي 10 فوا 10 على بويسونس موان 3. دونك هذا هو الحساب اللي غادي نديرو. طبيعة الحال هنايا 0.40 لا قسمتيها على جوج غتعطيك 0.20، اذا ما كاينلاش نبقى هنا نضيع معاها الوقت، ها هي 0.20. اذا غادي تضرب لينا هذيك، ما نساوش هنايا الفوليوم مول، هذه راه في او 2 سيغ الفوليوم مولير، ياك نقدروا نجيبوا الفوليوم مولير هنايا، ها هو الفوليوم مولير هنا، وهذا الفوليوم مولير باش نعوضوه غنعوضوه ب 24. اذا ها هي كلشي عندي دابا. دونك هنايا غتولي عندك 5 في 0.20 في 10 في 10 اس ناقص 3 في 24. اذا غادي تضرب هاد 0.20 في 10 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 2. صافي ها هي ولات 2، 2 في 5، 2 في 5 شحال؟ 10. اذا 2 في 5 10، ها هي ياك 10 في 24 هي شحال؟ 10 في 24 هي 240. اذا 240 فاش 10 اس ناقص 3، غنحركوا الفصيله بثلاثه الارقام 1 2 3، اذا غادي تعطيني هي 0.24. اذا 0.24 لتر. اذا الاقتراح اللي عندي هنايا هو 0.24 لتر. دونك ما كايناش 0.24 ولكن كاين 24 في 10 اس ناقص 2. اذا هاد 0.24 بحال حركنا الفصيله غير نرجعوا هنايا ونقدروا نديروا نحركوا الفصيله غير برقم 1 غتعطيني 24 في 10 اس ناقص 2 لتر. اذا الاقتراح هو او، اذا او 0.24. مزيان. اذا احنا الان جاوبنا على هذا السؤال، قالت لنا لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال دو لو اوكسيجيني. اذا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال لو اوكسيجيني راه ديجا عطاونا واحد المعطى قبيله مهم بزاف وركزت عليه، هو هذا اللي كاين في القنت. قلت لكم بانه H2O2 اي تان رياكتيف ليميتون. اذا الا كان رياكتيف ليميتون بمعنى ان الكونتيتي دو ماتيير ديالو الفينال كامله شحال غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي لينا زيرو. فوالا. اذا ها ممكن انني نحدد هاد لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال هاد ان ان ديال H2O2. اذا هنا puisque H2O2 est réactif limitant, alors N1 moins 5XF égale à 0, c'est-à-dire que N1 égale XF sur 5. XF sur 5. Mais غادي نجيبو دابا هذيك XF. بطبيعة الحال فال XF غادي نجيبوها دائما منين؟ من العلاقة ما بين XF وما بين التركيز ديال الأيونات MN دو بلوس. حنا ولا لقينا في الجدول ولا لقينا في لي دوني بان هذاك الاكس اف شحال كيساوي لينا؟ تيساوي لينا ام ان دو بلوس فوا في سور دو، ولكن بما انه فينال اذا حتى هنا غادي نديرو ليطا فينال. دونك اكس اف هو هذا. دونك ان ان واش تساوي لينا؟ هي ام ان دو بلوس فوا في سور دو اها ولو تو ماشي هنا يمكن عندنا واحد الغلط. ما كايناش سور 5 فوا 5 عفوا، دونك مع الزربه فوا 5 صافي لو تو فوا 5 بيان. يلا هنايا في ام ان دو بلس فينال فين غنجيبوها؟ غنمشيو للجدول. فينا هو الجدول؟ ها هو عندنا 0.56. اذا 0.56 هي ام ان دو بلس فينال. اذا ام ان دو بلس فينال، اذا ان ان ايغال 5 في 0.56 فاش في في الفوليوم ديالنا سي 10 مليليتر. دونك 10 في 10 اس ناقص 3 لو تو سور دو. صافي ونحسب. يلا شنو غادي تعطيني هنايا؟ نحاولوا غير بشويه بشويه نجاوبوا عليها. هاد 10 على 2 غادي تعطينا 5، اذا غادي تعطيني 5 في 0.56 في 5 في 10 اس ناقص 2. اذا 5 في 5 هي 25. اذا غتبقى لي هنا 25 عفوا، هنا 10 اس ناقص 3. دونك هنا 25 في 0.56 في 10 اس ناقص 3 ياك. نشوفوا واش عندنا شي مساعده هنايا، ما عطيناش شي مساعده هنايا ديال ديك
بغيت نشوف واش عاطينا 25 في 56، اذا ما كايناش. اذا هنا نقدروا هاد 56 هذه، نقدروا هاد 0.56 نقدروا نرجعوها 56 ياك، ولكن هذه شاش ولات، تولي 10 اس ناقص 2، وفي ديك 10 اس ناقص 3 اللي كانت قبيله. الو غنمشي انا غادي ندير الحساب ديالي، غندير 25 في 56. دونك 25 في 56 شحال غادي تعطيني؟ 6 في 5 6 في 5 30، يعني 0 نحتفظ ب 3، 12 و 3 15 ياك، 15 غنديروا النقطة هنايا. 5 في 5 25، دونك 5 ونحتفظ بجوج، و 5 في جوج 10، و جوج هي 12، إذا جوج واحد. دونك 0 10 ونحتفظ بواحد، دونك 4 1400. دونك 1400 دونك 1400 فاش في 10 أس ناقص 2، في 10 أس ناقص 3 هي 10 أس ناقص، ولا نقدروا نديروا قادية هاد 1400 هادي في 10 أس ناقص 2 في 10 أس ناقص 3، نحيدوا هاد 10 أس ناقص 3 ونحركوا الفصيلة بثلاثة الأرقام 1 2 3، إذا هي 1.4 10 أس ناقص 2، إذا 1.4 10 أس ناقص 2 مول. إذا نشوفوا واش عندنا هادي ولا لا، إذا كاينة هي الاقتراح سي، إذا الاقتراح سي هو اللي صح، 1.4 10 أس ناقص 2. إذا ها حنا جاوبنا تقريبا على هاد البارتي. دونك ندوزو دابا لاسيدو بازيك، ألوغ إتيود دو سوليسيون أكوز داسيد إيتانويك. ألوغ نمشيو نقراو لي دوني ديالنا مزيان. ألوغ نشوفو شنو عندنا هنايا. On considère une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration C 10 ou snaqis jouge mol litre moins 1. La mesure de la conductivité de la solution S est donnée par sigma 1,610 à la puissance moins 2 siemens mètre moins 1. Les données les aidna, atteint lambda 1 y a des H3O au plus, ou lambda 2 y a des CH3O CO au moins. و لوغ 2 لوغ 2 هو 0.3، اذا المساعده عطاو لينا هي هذه. اون ديفيني لو طو دافونسمون فينال بار لا ريلاسيون طو ايغال اكس اف سور اكس ماكس بيان. الوغ كيسيون 48، دونك لا كونسونتراسيون دي زيون اوكسونيوم دون سيت سوليسيون اي، دونك عندنا خصنا نقلبو على الكونسونتراسيون ديال H3O او بلس. هاد التمرين هذا راه خدمتو فيه بما يكفي في الوطنيات، ولكن ماشي مشكل نعاودوها. دونك هنا عندنا سيغما هي لامدا 1، لامدا 1 ديال من لامدا 1 ديال H3O او بلس، اذا لامدا 1 في كونسونطراسيون ديال H3O او بلس، بلس لامدا 2 فاش ديال كونسونطراسيون ديال سي H3 ياك سي او او موان. طبيعة الحال هاد لي دو كونسونطراسيون هادو سون ايغو، دونك نقدروا نعوضوا هذه ب H3O او بلس. دونك اش غتعاود لي عندنا؟ تولي عندنا لامدا 1 بلس لامدا 2، واللي عارفها دابا بحال هذه ما تحتاجش انك تبقى ديمونطري بها، اللي عارفها يديرها ديريكت. حنا راه درنا بزاف التمارين، لامدا H3 راه هي سيغما على لامدا 1 بلس لامدا 2، دابا اللي عارفها ما يبقى كاع يدير هذا الشيء، هذا يحطها ديريكت ويخدم بها. دونك سيغما عندنا هي 1.56 10 أس ناقص 2، وعندنا هنايا سيغما هذوك لي لامدا، عندنا هنا 35 لامدا 1 ولامدا 2 سي 4 لو تو فوا 10 على بويسونس موان 3 ياك. ولكن شنو قلنا على هاد H3O أو بلس هذا ملي كتكون عندك سيغما ولامدا؟ هاد راه تيخرج لينا باش تيخرج لينا بالمول متر موان 3 ياك، عاقلين عليها؟ إذا ضروري خاصنا نديرو واحد التحويل، إذا من المول متر موان 3 بغيتي تحول المول لتر موان 1، فبطبيعة الحال خاصك تضرب هنايا في 10 أس ناقص 3، إذا أنت هنايا خاصنا نضربو في 10 أس ناقص 3
صافي. اذا النتيجه كانت تخرجنا بالمول متر موان 3، ولكن انا قبل ما نخرجها حولتها ضربت 10 اس ناقص 3، اذا هنايا راه هذه صافي دابا غتخرج لي بالمول لتر موان زا. الوغ غير باش تبان لي واحد المساله، ها هي هاد 10 اس ناقص 3 مع 10 اس ناقص 3 غادي تمشي، فغادي يبقى ليا غتبقى لي 1.56 على 39 في 10 اس ناقص 2. اذا في 10 اس ناقص 2 نقدروا نديروا واحد القضيه، ندوزوا هاد الفاصله بجوج الارقام تعطينا 1.156 على 39، ولكن غتولي عندك 10 اس ناقص 2 مع 10 اس ناقص 2 اخرى. هاد 10 اس ناقص 2 مع 10 اس ناقص 2 نقدروا نردوها هي 10 اس ناقص 4. ونمشيو نحسبوا دابا هذيك 156 على 39، ما عرفتش عندنا في المساعده ولا لا، لا ما عندناش دونك ما كايناش، ما علينا الا نحسبوها لراسنا. دونك 156 على 39، 156 على 39 خاصنا شحال من عدد نضربو في 39 يعطينا شي عدد قريب 156. غنجربو 4 نشوفو 39 في 4، 4 4 في 9، 4 في 9 36، دونك 6 نحتفظو ب 3 12، 156 جات نيشان، جات نيشان 4، دونك 4 صافي ديريكتومون 4. دونك 4 الوغ النتيجة هي غنشوفو، غناخدو هاد 156 39 إذا 4 في 10 ناقص 4، دونك اش 3 أو بلوس غيخرجلنا هو 4 في 10 أس ناقص 4 مول لتر موانزة. غنشوفو واش من اقتراح هذا 4 في 10 ناقص 4، إذا هو هذا سي اقتراح بي، دونك هو بي، دونك سي بي. ندوزو لا كيسيون ديال بي اش. دونك البي اش، البي اش كنعرفو بان البي اش شنو هو، البي اش هو موال لوغ ديال اش 3 او بليس، هادي كلشي تيعرفها. اذا غنجيو نديروها بي اش ايكال موال لوغ ديال اش 3 او بليس، و اش 3 او بليس راه خارج لنا بلا ما نبقى نكتبها 10 اس ناقص 4. دابا هنا غادي ندخلو هادوك العلاقات ديال لوغ، غتعطيك هي موال لوغ ديال 4 موال لوغ موان لوغ ديال اش ديال 10 اس ناقص 4. عرفتي واش درت هنايا؟ درت هذيك لوغ ا فوا بي هي لوغ ا بلس لوغ بي، ياك؟ وبما انها مسبوقه بموان يعني غدخل موان هنا وغدخل موان هنايا، دونك صافي موان موان. يلا موان لوغ 4 عطاونا في المساعده قبيله بان موان لوغ 4 هو 0.3، ها هي قالوا لينا في المساعده، عفوا لوغ 2، لوغ 2 0.3 ماشي مشكل. غادي نردو هذيك 4 غنردوها جوج على بويسونس 2 شو، وهنايا لوغ مع 10 اصلا هذا كيمشي، وهاد موان مع موان غتمشي غتعطينا بلوس، اذا موان مع موان غتمشي غتبقى لنا هنا 4. اذا دابا غادي نجيبو باغمي لي بروبريتي ديال لوغ، كيقول لك بان لوغ ديال ا على بويسونس بي شنو هو، هو بي لوغ ا. اذا هادشي اللي غندير انا، هاد الاس غادي نهبطو غتعطيني موان 2 لوغ 2 بلوس 4 صافي. موان راه لوغ 2 راه عطينا هو 0.3 بلوس 4، دونك هي ناقص 0.6، اذا ناقص 0.6 زائد 4 هي 3.4، اذا 3.4، اذا البي اش هو 3.4، اذا الاقتراح بي هو اللي صحيح، دونك سي لا بروبوزيسيون بي. مزيان ندوزو دابا لكيستيون 50. الكيستيون 50 كتقول لنا لو طو دافونسمون فينال دو لا رياكسيون اي. دونك الطو هنايا حنا كنعرفو دابا في ديجا درناها وبلا ما نبرهنو، لان ما عندكش الوقت انك تبقى تبرهن. الطو هو اش 3 او بلس على سي، بما اننا خدامين على اسيد دونك راه اش 3 او بلس على سي، و اش 3 او بلس على سي راه عندنا هنايا 4 10 اس ناقص 4، و سي راه هي 10 اس ناقص 2، دونك غتمشي لينا وحده مع وحده هنا، دونك غتبقى لينا 4 في 10 اس ناقص 2 اللي هي 0.04 اللي هي 4%. بغيتي تبينها اكثر ولا بغيتي ما بانش لك هذه، نقدروا نضربوا هنا 100%، ياك 100% كنعرفوا بان 10 اس ناقص 2 مع 100 كيمشي، دونك كتبقى لينا 4%. اذا الطو هو 4%، فين هي 4%؟ هي أ، دونك أ هي 4، اذا 4%، دونك عندنا لا. بيان برافو.
دونك حاولنا دابا نجاوبوا على البارتي الثانيه. دابا ندوزو للبارتي الثالثه اللي كتديرنا كتحدث لينا على ايتود دان كومبريمي دي بو برو دي بروفين. اها اون ديسو ان كومبريمي du buprofène dans un volume VE d'eau pour obtenir une solution aqueuse S. On titre la solution S par une solution aqueuse hydroxyde de sodium de concentration CB. Et dans la concentration CB, le volume VB versé à l'équivalence, le VBE est 9,7. Donné, adna la masse molaire de l'ibuprofène de 206 grammes mol moins. Donc la masse d'ibuprofène contenu dans le comprimé étudié. Ça fait donc كان عرفوا حنا واحد العلاقه ديجا خدمنا بها بزاف الدوزاج شي خصك تكون حافظها. شنو عندك لا ماس؟ كنعرفوا بان لا ماس شنو هي؟ هي الكونسنتراسيون سي بي في في بي او اللي كتعطيك كونتيتي دو ماتيير. نورمالمون هذه هي الكونتيتي دو ماتيير ياك، الكونتيتي دو ماتيير ديال من ديال لاسيد. علاش؟ يلا نمشي معاكم شويه بشويه. ان ا ايغال ان بي على ايكيفالونس ياك. ان ا شنو هي؟ هي سي ا في ا، وان بي هي سي بي في بي. يعني ان ان ا ان ا هي سي بي في بي او ياك. لا ماس ديال لاسيد شنو هي؟ هي الكونتيتي دو ماتيير ديال لاسيد في الفول في لا ماس مولير. وهاد ان ا باش ممكن نعوضها بلي دوني اللي عندي اللي هما سي بي في بي او. اذا ساهله نديرو نيشان سي بي في بي او اللي هي ان ا ياك. فاش فلاماس مولير صافي مباشره بلا ما تبقى تضيع معاها الوقت. يلا نحسبوا هذه دابا. دونك عندنا هنايا سي بي، سي بي شحال عطاونا في المعطيات؟ هي 0.20. دونك 0.20 في بي او سي 9.7 فوا 10 على بويسونس موان 3 فوا 206. اذا عاوتاني خاصنا هنايا نلجؤوا لهاد التقنيه ديال الحساب الذهني باش نجاوبوا عليها بسرعه. دونك نقدروا نديروا بحال هكا، هاد 0.20 ردوها جوج، حركنا الفصيله برقم ياك، دونك 10 اس ناقص واحد، هاديك سبع هاد 7.97 ردوها 97، تا هي حركنا الفصيله برقم نحو اليمين، إذا 10 موان زه، فاش في 10 موان 3، فاش في 206، ياك، نحاولوا أننا نجمعوا هادوك 10 اس في جهة وحدة، دونك غتعطيك جوج في 97 في 206. فاش موان زا موان زا موان دو، وموان دو مع موان تروا هي موان سانك، دونك 10 على بويسونس موان سانك. إذا ما بقى لي غير نحسب جوج في 97 ونضرب كلشي في 206. ألوغ جوج في 97، 97 في جوج، إذا 7 في جوج 14، 4 نحتفظ بواحد، جوج في 9 18، 19، دونك 194. إذا غتعطيني هي 194 في 206 في 10 أس ناقص 5. نمشي نحسب هذيك 194 في 206. صفر 4 عندنا 24، إذا نضرب بجوج نحتفظ بجوج. 6 في 9 6 في 9 54، 54 وجوج هي 56، إذا 6 ونحتفظ بخمسة. 6 في 1 6 وخمسة هي 11، إذا 11 نديرو نقطة. صفر في هادشي كامل غيعطيك ثلاثة الأصفار، دونك ماشي شي حاجة ياك. نزيدو شحال الصفر الرابع، نديرو نقطة أخرى عاوتاني. دونك عندنا هنا جوج في 4 8، جوج في 9 18 8 نحتفظو بواحد، جوج في جوج عفوا جوج في واحد جوج وهنا ثلاثة، صافي نجمعو كلشي. دونك 4 6 9 3، دونك هي شحال؟ 3 9 6 4 في 10 أس ناقص 5 ياك. نحركو الفصيلة بشحال من رقم نشوفو دابا. هادي خارجة لنا حنا بالجرام ياك، نشوفو هما النتيجة اللي بغاو. النتيجة اللي بغاو بغاو بالميليغرام، بغاو بالميليغرام. ألوغ الميليغرام هو أش؟ الميليغرام هو 10 أس 3 غرام. إذا هاديك الجرام غنحولو غنديروها 10 أس 3 ميلي غرام ياك. اذا 10 اس ناقص 5 مع 10 اس 3 شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا 10 اس ناقص 2. ها هي صافي نحيدو هادي ياك. 10 اس ناقص 2 بمعنى نحركو الفاصله برقمين، اذا 399
فاصلة 64 مليغرام، ستادير كو تقريبا 400 مليغرام. إذا 400 مليغرام قبيلة نشا في المعطيات 400 مليغرام، ها هي دونك سي دي 400 مليغرام، دونك سي لا ريبونس دي. مزيان، نمر الآن لليتود دوغري داسيديتي دان فينيغر. شوفوا هاد دوغري داسيديتي راه فيكم فيكم، هذا ضروري ما تمشيو تخدموا عليه شي شويه، حاولوا ترجعوا للتمارين اللي كنتو خدمتوهم في الوطني ملي كنتو كتبريباريو باش تخدموا على هاد دوغري داسيديتي. هذا اللي كنسميوه بالعربيه هو ديك درجات الحمضيه. اذا درجات الحمضيه حنا كنقراو، راه قريناها ديجا في الدرس ودرناها في لي فيديو اللي فاتوا. اذا درجات الحمضيه باش كتحسب لينا، كتحسب لينا باش دوغري داسيديتي كيكون هو لا ماس ديال لاسيد على لا ماس ديال لا سوليسيون، كتلة الحمض على كتلة المحلول فاش في 100، باش كنرجعوه بورسونتاج صافي. اذا اشنو غادي تخصنا هنايا؟ فبطبيعة الحال غادي تخصنا لا ماس ديال لاسيد، و جو بونس لا ماس ديال السوليسيون راه عندنا. اجي نشوف، اذا اون بخون اون ماس 10 غرام، ها هي كاينه دان فينيغر ديال واحد الحمض، يعني الخل، عفوا الخل التجاري، et on y ajoute de l'eau pour obtenir une solution aqueuse SA d'acide éthanoïque CH3COH de volume V égale 100 ml. Alors on dose VA. VA c'est 20 ml de la solution SA par une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium de concentration CB. Et on a fait le mouayara de l'hymd ou de l'khal d'hydroxyde de sodium Na plus HO moins. Et le volume versé à l'équivalence, les VBE, je vais vous faire un stage facile. Donc, VBE, je vais vous faire un stage facile. Mais, donc, هنا, أول حاجة شنو خاصنا نحدو؟ أول حاجة حنا بغينا، شوف، هنا خاصك تكون مسيبل الشغل ديالك. فبطبيعة الحال، هنا اللي مطلوب منك هو أنك تحسب دوغري داسيديتي. أنا قبيلة حطيت لك دوغري داسيديتي كيفاش كتحسب، واش كدير؟ كدير لاماس ديال الأسيد على لاماس ديال السوليسيون في 100. لا ماس ديال السوليسيون عطينا لك هي 10 غرام، اش بقى خاصك؟ بقى خاصك لا ماس ديال لاسيد اللي كتواجد في ديك 10 غرام ديال السوليسيون. اذا هنايا غتخصك لا ماس، لا ماس باش حسبناها قبيله، العلاقه اللي خدمنا بها قبيله اش درنا؟ درنا سيف في في ام، ورا نفس الشيء هنايا. او ثاني هنا شنو غادي نحتاجو؟ فبطبيعه الحال غادي نحتاجو لا ماس ديال لاسيد. اذا لا ماس ديال لاسيد هي الكونسونطراسيون ديال لاسيد في الفوليوم في لا ماس مولير، ياك. اذا شنو غيبقى خاصنا؟ اي خاصنا هاد السي ا، هاد السي ا غنمشيو نجبدوه بليكيفالونس، اذا التكافؤ. اذا التكافؤ راه بطبيعه الحال كنعرفوا ان السي ا في ا ايغال سي بي في بي او، ياك. اذا بغيتي السي ا غتقسم كلشي على في ا، هادي هي كلشي تعرف يديرها. مزيان، نمشيو نحسبوا هاد السي ا. سي بي عندنا، عندنا 0.10، ياك، فاش في في بي او. في بي او شحال عندنا؟ 16.4. والفوليوم ديال اللي خديناه، شوف ما خاصكمش تاخذوا هاد الفول، هاد لاماس ديالكم باش تاخذوا لاماس. الفوليوم هو 20 مليلتر، اذا 20. الوغ كيفاش غادي نتعاملوا مع هادي دابا؟ كيفاش غادي نجاوبوا عليها؟ نقدروا، شوفوا معايا هنا شي تكنيك كيفاش نديروا معاها. نديروا نردوا هادي، ردوا هادي 10، ياك، حركنا الفاصلة بجوج الأرقام، هاهي 10 ناقص جوج 16.4، كلشي على 20، ياك. غتمشي لينا هادي مع هادي، صفر مع صفر، يعني 10 مع 10، غتبقى لنا على جوج. 16.4 على جوج هي 16، على جوج هي 8، و 4 على جوج هي 4، إذا 8.4 10 أس ناقص جوج، إذا هذا هو السي أ، 8.4 10 أس ناقص جوج مول لتر موانزا. فين غادي نمشيو دابا نعوضو هادي؟ غنمشيو نعوضوها في العلاقة ديال لاماس، هنا في العلاقة ديال لاماس. إذا لاماس إم أ، إم أسيد هي سي أ، سي أ شحال قلنا؟ 8.4 10 أس ناقص جوج، ياك. فاش في في، في في الفوليوم، الفوليوم عندنا هنايا شحال؟ الفوليوم عندنا بلاتي نشوفو،
هو الفوليوم عندنا هو 10 مليليتر، عفوا 100 مليليتر، هو هذا دونك 100 مليليتر، دونك الفوليوم سي 100 مليليتر، ولكن 100 مليليتر خصها تضرب في 10 اس ناقص 3، عاد فاش في لاماس مولير ديال لاسيد هي هذه، دونك هي 60، دونك 60 60 صافي. اذا غنحسبوا دابا بشكل عادي جدا، اذا 100 في 10 اس ناقص 3، هاد 100 هادي كنعرفوها هي 10 اس 2، اذا 10 اس 2 مع 10 اس ناقص 2 غادي تمشي، غتمشي غتبقى لينا 8.4 في 60 في 10 اس ناقص 3، ياك هاد 8 فاصله هاد 8.2 هادي هنا، ماشي 7 ماشي 4، 8.2 هادي ياك، اذا هنايا 16.4 8.2 هنايا ونصحوها 8.2، اذا 8.2 في 60، هاد 8.2 نقدر نردها 82، دونك 82 فاش في 10 اس ناقص 10 اس ناقص 1 في 60 في 10 اس ناقص 3، اذا غتولي عندنا 82، وهاد 10 اس ناقص 1 الا ضربناه في 60 غتولي هي 6، اذا ها هي في 10 اس ناقص 3، اذا يكفي انني ندير دابا 82 في 6. شي كنحاول انني نبسط الماكسيموم هذاك الشيء اللي تعلمنا في الرياضيات في الاعدادي، كنحاول انني نطبقه هنايا باش تجيني سهله. دونك 82 في 6، 6 في 2 شحال 12، دونك 2 نحتفظ بواحد، 6 في 8 48، 48 وواحد هي 49، دونك 49 اذا غتعطيني هي 492 في 10 اس ناقص 3 اللي هي 0.492 غرام. نحول الفاصله بثلاثة الارقام، اذا 0.92 غرام. اذا هذه يلاه لاماس ديال لاسيد، اذا دابا غنمشيو للدوغري داسيديتي، اذا غادي ندير ديك 0.492 غادي نقسمها على لاماس ديال السوليسيون، لاماس ديال السوليسيون هي 10 غرام، اذا غنقسمها على 10 وغنضرب كلشي في 100 باش نحصل عليها بورسونتاج، ياك شحال غادي تعطيني هادي؟ غادي تطلع هاد 10 اس ناقص، غتطلع هاد 10 اس، هاد 10 بحال هي 10 اس 1 ياك، هاد 10 اس 1 غتطلع الفوق غتولي 10 اس ناقص 1، دونك ممكن تمشي لنا هادي، هاد 10 تمشي هنا مع هادي تبقى لك 10، صافي غتولي لك هي 4.9%، 4.92%، إذا دوغري داسيديتي هو 4.9 هو هذا، دونك هو 4.9. اذا احنا جاوبنا على السؤال ديال دوغري داسيديتي، ونتمنى انكم تكونوا يعني تفكرتوا هذه القضيه ديال دوغري داسيديتي وكيفاش تتعاملوا معها. بيان نشوفوا اشنو مازال عندنا. دابا ندوزو الفالور دو لافونسمون ماكسيمال، لي فالور دو لافونسمون ماكسيمال دو لا رياكسيون اي دو بي اش دو ميليو رياكسيونيل pour le volume VB égale 8,2 cm. إذا هنايا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد السؤال هذا؟ المهم واحد المعطى عطاوه لينا قبيله اللي هو بي كا ا، بي كا ا قالت لينا قبيله تعطاتنا البي كا ا، ماشي سمحوا لي نرجعوا السؤال، ها هي تعطاتنا هاد البي كا ا، بي كا ا كاين هي 4.8. دابا شنو سجل بي كا ا الهضره؟ دابا هنا قال لك 8.2، 8.2 انا دخلت ليا شويه الشك، بانت لي بانها كتشبه لهاد في بي او هادي، ولكن هاد في بي او حتى تقسمها على جوج عاد كتعطيك هذيك 8.2. اذا شنو علاقه 8.2 بهاد في بي او؟ اذا هنايا هذيك 8.2 فهي النصف، هاد الفوليوم هذا سي لا مواتي ديال الفوليوم ديكيفالونس، يعني في بي او سور دو. اذا عندي هنايا في بي، المعطى اللي تعطاني هو ان هنا في هاد في بي هادي هي في بي او، في بي او سور دو. حنا كنعرفو واحد العلاقة ما قليل فيكم المهم سيونس ما غيكونو عارفينها، فكنقولو ان عند في بي ايكال في بي او سور دو تيكون لينا البي اش ايكال بي كا ا، هادي علاقة خاصك تعقل عليها انت دابا، بي اش ايكال بي كا ا امتى؟ ملي كيكون في بي كيساوي لينا في بي او سور دو، كيتسمى لينا
Le pH de demi-équivalence, c'est la demi-équivalence. Donc pH égale pKa à demi-équivalence, c'est à V égale VbE sur 2. Mais il y a une demi-équivalence. Cette demi-équivalence, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une chose qui est importante, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une chose qui est importante. Nous savons que pH égale pKa plus log de la base, concentration de la base sur concentration d'acide. Le pH qui s'est égal pKa, rachmchi, je vais parler de 0. 0 égale log de A moins la AH. Il y a un log, il y a un log, il y a un log. إذا غاش نمشي هنايا غاش بقى لك واحد واحد إيكال أ موان على أ أش، بمعنى أن أ موان إيكال أ أش. إذا في هذه الحالة هذه فلي دو لي دو غياكتي أو لي دو زيسبي شيميك بازيك و أسيد فعندهم الميم كونسونطراسيون يعني كيتساواو في الكونسونطراسيون. إذا في البي أش عقلو مزيان في في بي إيكال في بي أو سور دو. أول حاجة pH يساوي pKa ياك، والكونسنتراسيون ديال لا باز يعني تركيز القاعدة كيساوي لنا تركيز الحمض. إذا هادو هما المعطيات اللي عندنا ملي تيكون VB إيكال VbE سور 2. مزيان، حنايا كنعرفو عاوتاني هنا بيننا أفون ليكيفالونس ياك، أفون ليكيفالونس أفون ليكيفالونس شكون اللي تيكون ليميتون؟ اللي كيتيكون ليميتون هو الام هذاك الاش او موان. الاش او موان هو ليميتون، المتفائل المحيد هو اش او موان، حيت هو المعاير، هو التيترون. دونك الا كان هو المعاير يعني ان اكس اف شحال غتساوي لينا؟ غتساوي لنا سي بي في بي او. دونك حنا مازالين افون ليكيفالونس، يعني ملي كنقول انا في بي ايكال في بي او سور دو، انا راني باقي قبل ما نوصل للتكافؤ. اذا هنا اكس اف هو ماذا؟ هو سي بي في بي او. اذا غادي نجاوبوا عليها، وبالتالي فسي بي او اكس اف اش غادي يساوي لنا؟ سي بي سي 0.10 فاش في في بي او، عفوا في بي بلا في بي او، اللي هي 8.2 في 10 اس ناقص 3. 0.10 هي 10 اس ناقص 1 في 8.2 في 10 اس ناقص 3. 10 اس ناقص 1 في 10 اس ناقص 3 هي 8.2 10 أس ناقص 4 مول. إذا إكس إف هو هذا. المهم هنايا بالنسبة لهاد لي تكنيك وهاد لي زاستيوس هادو راه مازالين غادي نخدمهم معاكم في دي فيديو بوحدهم، باش تكون تنتايا، لأن كيبانو لك شي حوايج لأول مرة كتكتشفهم، سيرتو مثلا إلا كنتو بي سي إس في تي، فبزاف ديال الحوايج يلاه كيبانو ليكم. مازال هاد الأسئلة هادو كي مرة كيتلاحو، أن دي سيونس مات كيشوفوهم، ولكن بي سي و إس في تي راه قليل اللي كيشوف هاد الأسئلة هادو في الوطنيات ولا ملي كان كيبريباري الوطني. اذا هاد الفيديو يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله راه غادي نشرح لكم كل شيء، وكيفاش كتعاملوا مع هاد الاسئله، وحتى العلاقات اللي خاصك تكون حافظهم باش تجاوب نيشان على الكونكور. اذا 8.2 10 اس ناقص 4 فين هي 8.2 10 اس ناقص 4؟ 8.2 10 اس ناقص 4 كاينه في الاقتراح ا وكاينه في الاقتراح او، ولكن البي اش اللي غادي ناخذو شنو هو؟ قلنا بان البي اش كيساوي البي كا ا. فين هي البي كا ا؟ ها هي باقا مكتوبه عندكم هنايا، هي 4.8. اذا الاقتراح الصحيح هو اكس اف كتساوي لنا 2.8 10 اس ناقص 4، والبي اش كيساوي لنا عفوا 4.8. اذا هذا هو الاقتراح الصحيح، ماشي نصحح هنايا. اذا هو هذا هو الاقتراح الصحيح. اذا هو صافي سي بي اش ايغال بي كا ا ايغال 4.8. دونك هو الاقتراح او سي. برافو. دابا ندوزو لهاد لابارتي هادي اللي عليها 6 نقاط. ايتود سوليسيون اكوز داسيد بنزويك. اذا ايتود سوليسيون اكوز داسيد بنزويك، اجي نقراو شنو عندنا فيها. لو بي اش دين سوليسيون اكوز اس داسيد بنزويك الفوليوم سي 1 اي دو كونسونطراسيون سي ايغال 0.1 مول لتر موانزا à 25 degrés pH égale 2,6. عطاونا شي مساعدات هنايا، عطاونا هاد 10 اس 0.8 هي 3.6، المهم عطاوها لينا. عطاونا 10 اس 0.4 هي 2.5، وقال لك بان واحد
ناقص 1.6 تقريبا هي 1. هذو هما المعطيات اللي عطانا مساعدات طبيعة الحال غادي نحتاجوهم وغادي نخدموا بهم. يلا الكيستيون 54، لافونسمون فينال دو لا رياكسيون داسيد بنزويك افيك لو، دونك لافونسمون فينال. لافونسمون فينال اكس اف طبيعة الحال هنايا ما غاديش نبرطو راسنا بزاف معاه، راكم ديجا خدمتو. سي لا كيستيون 54، طبيعة الحال اكس اف راه هو الكونسونطراسيون مادام اننا خدامين على اسيد، راه هو اش 3 او بلوس فوا في، و اش 3 او بلوس اشنا هي؟ هي 10 اس ناقص بي اش فوا في، 10 اس ناقص بي اش. دونك عندنا 10 اس ناقص بي اش عندنا شحال؟ 2.6 فوا في فوليوم سي ان. دونك كيفاش دابا غادي نوصلو لهاد 10 اس ناقص 2.6؟ دونك واحد راه ماشي مشكل. اذا غنشوفو دوك المساعدات اللي عطاونا، دونك هذيك 2.6 خصنا نوصلو ليها. نقدروا هذيك 2.6 نرجعوها 10 اس ناقص 3، ياك هاد 2.6 الا بغيتي ترجعها 3 اش غادي دير؟ غتزيد 0.4 وتنقص 0.4، ياك هي غتعطيك هنايا 3، وهاد 0.4 راه عطاوها لنا في المساعدة هنايا. دونك اجي نديروها هنا، دونك هي 10 اس ناقص 2.6 زائد 0.4 ناقص 0.4، ياك هي 10 اس هادي غتعطينا 3، دونك 10 اس ناقص 3 ناقص مع ناقص هي 0.4. كنعرفو بأن 10 اس ا بلس بي هي 10 اس ا في 10 اس بي، إذا هادشي لي غادي ندير، 10 اس ناقص 3 في 10 اس 0.4. إذا 10 اس 0.4 راه قالوها لينا، قالولنا هي 2.5، إذا غتبقى لنا هي 2.5 في 10 اس ناقص 3 مول مول. سي لا كيستيون ا، هي هي ا، دونك سي لا بروبوزيسيون ا، مزيان دونك سي ا. ندوزو دابا لكيستيون 55، لا كونستون داسيديتي كا ا. كا ا كنعرفوها ملي كيكون عندي اسيد، كا ا راه هي كا هي كيو ار ا ليكيليبر اللي هي 10 اس ناقص 2 بي اش على سي، 10 اس ناقص بي اش هادي بلا ما نبقاو نسطو مع راسنا، رحنا عارفينها ديجا راه هي هذه. هذه العلاقه ديال كا ا في الحمض، راه غتكونوا خدمتوها بزاف المرات هذه في التمارين، اذا ما كاينلاش نبقاو نعاودوا فيها. لا فالور دو لا كونستون داسيديتي كا ا دو كوبل، دونك دابا خاصنا نحسبوا لا فالور ديالها. دونك هي 10 اس ناقص قلنا 2 بي اش على سي، 10 اس ناقص بي اش، دونك كا ا ايغال. المهم هادي سي لا كيسيون 56، دونك هي 10 اس ناقص 2 بي اش اس سي ناقص 10 اس ناقص بي اش. دونك غادي نديرو هي 10 اس ناقص 2 في 2.6، سي شحال عندنا سي لا فالور ديالها كونسونطراسيون سي سي 0.1، دونك 0.1 موان 10 على بويسونس موان 2.6. اذا كيفاش غادي نحسبوا هاد القيمه هادي بلا ما نستعملوا ثاني، بلا ما نستعملوا الكالكولاتريس عاوتاني؟ دونك كيفاش غادي نتعاملوا معاها؟ وخصنا نذكروا اننا عندنا دوك المساعدات هنايا، كاينه هذيك 1 ناقص 1.6 تقريبا هي 1، اذا خاصنا نوصلوا ليك 1.6، ياك اوكي. نقدروا نديروا قضيه هنا، خلي هذيك الفوق ما نتوشيوهاش، ياك خليها بحال هكا، هذه ماشي مشكل، تنشوفوا كيفاش نديروا معاها. حيت انا بانت لي هنا لتحت نقدروا نديروا شي حاجه، هاد 0.1 هي 10 اس ناقص 2، عفوا 10 اس ناقص 1، ياك هذيك 2.6 نقدروا نفرقوها شويه. عندك هي 10 اس ناقص 1.6 ناقص 1، فهمتوني اش درت؟ ناقص 2.6 هي ناقص 1.6 ناقص 1، دونك انا بحال فرقت مزيان. نقدروا دابا هذيك هذه نحولوها اش تولي؟ المهم هذه غتبقى كما قلنا كما هي، هذا 10 اس ناقص 1 ناقص
هادي نفرقوها، اش تولي؟ تولي عندنا 10 أس ناقص 1.6، 10 أس ناقص 1. فرقتها عاوتاني، درت القاعدة ديال 10 أس أ زائد بي هي 10 أس أ في 10 أس بي، دونك هاهي درناها. دونك كنلاحظ بأنني دابا نقدر نعمل 10 أس ناقص 1 لتحت، إذا هاهي 10 أس ناقص 1 نعملو بها. إلا عملنا بها أش غادي تبقى هنا؟ غتبقى لينا 1 ناقص ناقص 10 أس ناقص 1.6. إذا ها هو المقام صوبناه دابا، وغادي نقدرو نخدمو بهاديك المساعدة اللي عطاونا. هاتي هنايا جوج فوق، يلا اجي نشوفو هنايا شنو عندنا. المساعدة اللي عطاونا قالك 1 ناقص 1.6 تقريبا هي 1، إذا هادي كاملها غتبقى لنا 1، بمعنى أن اش غيبقى لينا هنايا؟ غتبقى هادي اللي بين قوسين كلها هي 1، إذا غيبقى لنا 10 أس ناقص 1، إذا غتبقى لينا هنا 10 أس ناقص 2.6 على 10 أس ناقص 1. فوالا، إذا بنفس الشيء عاوتاني شنو غادي نديرو؟ غنحاولو أننا نعتمدو على ديك المساعدة اللي عطاونا باش نلقاو الحل. هاديك 2.6 هادي اش غادي تعطيني؟ نضربها اش غاتعطيني؟ غاتعطيني هادي في 2.6 هي 5.2، 5.2 10 أس ناقص 1. هاد 5.2 عاوتاني خاصني نلقى ليها الحل. 5.2 إلا زدنا عليها 0.8 غتولي 6، و 0.8 بحالا بانت ليا في المساعدة. هاهي كاينة هنا، دونك كاينة. دونك نقدرو نديرو قضية، هاديك 5.2، 5.2 شناهي هي؟ نقدرو نزيدو 0.8 و نقصو 0.8، ما غادي يطرا والو. إذا 10 أس ناقص 5.2 ناقص 0.8 زائد 0.8، هادي اش غتعطيني؟ هادي غتعطيني ناقص 6. 5.2 إلا نقصنا ناقص 5.2 نقصنا منها عاوتاني 0.8 غتبقى لنا هي 10 أس ناقص 6 زائد 0.8 الكل على هذا. دونك نفرقو هادي، غتولي 10 أس ناقص 6 فاش في 10 أس 0.8 على 10 أس ناقص 1. وهنايا دابا بانت ليا 10 أس ناقص 8 هاد 0.8 راه هي 6.3، هي عاطينا لينا هاد 10 أس ناقص 1 تطلع الفوق تولي 10 أس 1، 1 مع ناقص 6 هي 10 أس ناقص 5. إذا كا أ هي 6.3 10 أس ناقص 5، إذا 6.3 10 أس ناقص 5 كاينة اللي هي لا بروبوزيسيون بي، دونك سي بي، دونك صحيحة. إذا لاحظتوا دابا الكونكور ما كيبازيش بزاف على شنو حافظ، داكشي ديال الحفاظة راه كلشي غادي يعرفو، راه انت شاد بكالوريا راه عندك وبميزة، وبطبيعة الحال انت راه عندك هاد لي باجاج هادو، إذا كتبقى في الطريقة اللي كتقلب فيها على أسهل طريق باش أنك تلقى الحساب، وفي أقصر طريقة ممكنة، يعني أقصر وقت ممكن. ندوزو دابا للكيسيون اللي من بعد اللي هي ديال، شوفوا شنو عندنا هنايا. سوليسيون اكوز دامونياك، دابا لامونياك خاصني نفكر، لامونياك راه باز، يعني قاعدة، إذا قاعدة. لا ميزور دو بي اش دون سوليسيون اكوز اس دامونياك دو كونسونتراسيون سي اي دوني باغ، أولا كونسونتراسيون سي a donné pH égale 10.3. Pour cette solution, log ديال NH3 sur NH4 plus c'est 1.1. يعني log ديال la base على l'acide هو 1.1. 1.1. مزيان. إذا هادي هاد log هادي فبطبيعة الحال هادي كاينة في ديك العلاقة ديال pH égale pKa plus log ديال base sur acide. إذا هذا من جهة. إذا لو طو دافونسمون فينال، فبطبيعة الحال الطو ديال دافونسمون فينال، ف نورمالمون خصك تكون حافظو، يعني ندير لا باز اللي هو اش؟ هو 10 أس بي اش في كأو على سي، هي هادي. فرضا تنسات ليك، مثلا تنسات ليك وبغيتي تجاوب عليها بالزربة، كي غادي دير؟ بطبيعة الحال غادي تمشي هنايا غادي دير طوب،
ما عندك باز ياك، اذا اش او موان بالخف تجاوب على السي، اضرب في اش 3 او بلس الفوق او لتحت، اضرب فوق او لتحت اش 3 او بلس، غادي تعطيك هنايا كا او على السي في 10 اس ناقص بي اش، 10 اس ناقص بي اش كطلع الفوق كتولي 10 اس بي اش كا او على السي، ما تعطلش في هذه. صافي جاوبتي عليها. زيد نجاوبو دابا على السؤال اللي من بعده. السؤال اللي من بعده شي يقول لك لا فالور دو بي كا، هذه سهله بزاف، عندك بي كا عندك بي اش وعندك لوغ ياك، اذا بي اش ايغال بي كا بلس لوغ ديال لا باز على لاسيد، هادو راه عارفينهم لا باز على لاسيد، غدوز هذاك اللوغ للجهه الاخرى غتولي عندك بي اش ايغال عفوا بي كا ايغال بي اش، بي اش شحال عندك 10.3، 10.3 تنقص منه هذاك اللوغ اللي هو 1.1، غادي تعطيك هي 9.2. واصلا واحد القضيه تكون في بالك، دابا انت الامونياك انت العام كامل وانت كتخدم على التمارين ديال الامونياك، وبي كا لقيتيها بزاف ديال المرات، دونك راه بزز منك ما غادي تكون حفظتي العلاقه دي اولا القيمه ديالها اللي هي 9.2. انا كنقول لك في حاله ما راه حنا عارفين بان الامونياك البي ا ديك بي كا ديالو 9.2، ولكن في حاله ما تنسات لي انا درت لك الطريقه كيفاش تبرهن عليها بسرعه. مزيان نشوفوا دابا اخر بارتي في هذا الكونكور اللي هي هذه رياكسيون داسيد لاكتيك افيك هيدروكسيد دو صوديوم. اذا هنايا اشنو عندنا؟ عندنا دوزاج، هادي اون فوا اسيد مع هيدروكسيد الصوديوم خاصك تفكر بانه دوزاج. اون اجوت او فوليوم، يعني نضيف الى الحجم، في ا تساوي 20 مليلتر، ان سوليسيون اكوز داسيد لاكتيك سي 3 اش 6 او 3. اذا هذا هو الاسيد ديالنا، الحجم ديالو هو 20 مليلتر، دو كونسونطراسيون سي ا سي 3 فوا 10 ا لا بويسونس موان 2، لو فوليوم في بي ايغال 10 مليلتر، دي سوليسيون اكوز دو هيدروكسيد دو صوديوم دو كونسونطراسيون سي بي، اذا هيدروكسيد الصوديوم هاي الكونسونطراسيون ديالو، لو بي اش دو ميلونج سي بي اش ايغال 3.3. دوني عطاونا هاد المعلومه، قال لك انت ودي راه 10 اس ناقص 10.7 راه هي 2 في 10 اس ناقص 11، هادي معلومه عندك ديرها في بالك. Question 59. Le taux d'avancement final XF de la réaction qui a lieu pour expression. Donc XF a été بزاف ديال عطينا 5 ديال الاقتراحات هنا ديال XF. XF ديال الدوزاج. غالبا في الدرس غادي تكون خدمتيها مع الاستاذ ديالك. دونك حنايا هاد القاعدة طويلة شوية راه ما غاديش نعاقلوا عليها. أغلبية ما غيبقاش عليها شحال كتساوي إذا نجي نبرهنوا عليها. دونك هنايا عندك المعادلة ديالك ديال الدوزاج شنو كيتفاعل فيها؟ تفاعل فيها ا اش مع من؟ مع اش او موان. اش غادي تعطيني؟ غاتعطيني ا موان زائد اش دوزو، ا موان زائد اش دوزو. مزيان انت باغي اكس اف، اذا ضروري ما تحتاج الطابلو، اجي نديرو هنا سي ا في ا ياك، سي بي في بي ياك، عندك هنا زيرو ولوطر ايطون نيكسي لو ايتون اكس. دونك في ليطا انترميديير عندك سي ا في ا موان اكس، سي بي في بي موان اكس اكس. هنا عندك سي ا ليطا فينال سي ا في ا موان اكس اف، سي بي في بي موان اكس اف اكس اف. صافي هنا عندك لو ايتون اكس دي. الوغ هنايا الكونتيتي دو ماتيغ ديال ا اش ريستون، الكونتيتي دو ماتيغ ديال ا اش ريستون يعني فينال هي اش، هي سي ا في ا موان اكس اف ياك. وكاين عاوتاني علاش هنايا خدمت بهاد ال اش هذا، علاش خدمنا به؟ نجي نشوف الاقتراحات هنا، بعض المرات كتلقى عاطيك سي بي في بي موان هادي، مرة سي ا في ا، مرة سي بي في بي، إذا فينا هو الجواب هنايا؟ كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد السؤال هذا؟ ألوغ إلا خدمتي بالـ أش، إلا خدمتي بالـ أش بطبيعة الحال أنت ما عندكش معلومة على العلاقة ما بين أش وما بين بي أش.
كونسنتراسيون ديال الاش الاش والبي اش ما عندناش علاقه بيناتهم. اذا ما غاديش تسلكني نقدر نفكر في الاش او موا. اذا درت الاش او موا شنو غادي تعطيني هنايا؟ الاش او موان سي ان رياكتيف ليميتون هنا افون ليكيفالونس. دونك اش او موان سي ان رياكتيف ليميتون. الوغ هذاك الاكس اف شنو غادي يعطيني؟ يعطيني سي بي في بي موان اش او موان فاش في في ا بلوس في بي الفوليوم توتال. يعني داك سي بي في بي غادي تحيد منه هذيك الكونتيتي ريستون ديال شي معكم شويه باش ما نزربش عليكم لان السؤال هذا غير اعتيادي. دونك الا زربت عليكم غادي تدوخوا. دونك دي اش ان اش هذا وشنو هو؟ هو سي بي في بي موان اكس اف ياك. هاد اش او موان هذا هو الكونسنتراسيون ديال اش او موان اللي بقات فاش في في ا بلس في بي لانه ولا عندك ميلونج هنايا. اش كيساوي لك؟ هو سي بي في بي موان اكس اف. اذا تقدر تجاوب على اكس اف من هنا. اذا اكس اف شنو هي؟ هي سي بي في بي ياك موان اش او موان فاش في ا بلوس في بي. في ا بلوس في بي هاد اش او موان هذا ممكن انني نحصل عليه باش ندخل فيه البي اش هنايا. هاد اش او موان شنو كيساوي لينا؟ طبيعة الحال كنعرفو هو ك او على اش 3 او بلس وكا او اش 3 او بلس. اذا اكس اف شنو يولي عندنا؟ يولي عندك هو سي بي في بي موان كا او على اش 3 او بلس فاش فوا في ا بلس في بي. في ا بلس في بي كا او على اش 3 او بلس. بطبيعه الحال كا او حنا العلاقات اللي عندنا هنايا كلهم فيهم بي كا او. شو هم؟ كلهم فيهم بي اش موان بي كا او بي اش موان بي كا او ولا بي كا او موان بي اش. المهم كاينه البي كا او. حنا كنعرفوا بلي كا او اش كتساوي لينا؟ هي 10 اس ناقص بي كا او. اذا غادي تولي عندك سي بي في بي 10 موان 10 اس ناقص بي كا او و 10 و او بلس راه هي 10 اس ناقص بي اش فاش في ا بلس في بي. هاد بي اش غتطلع الفوق غتولي بلوس. اذا غتولي عندك سي بي في بي فوا 10 اس بي اش في 10 اس ناقص بي كا او لو تو فوا في ا بلوس في بي. هاد بي اش موان بي كا او قالك هنا بي اش موان بي كا او. دونك سي بي فوا 10 اس بي اش موان بي كا او لو تو فوا في ا بلوس في بي. اذا ها هي جاوبنا على ليكسبريسيون ديال اكس اف. ما بقى لينا الان غير نعرفوا اش من اكسبريسيون هادي. دونك سي بي في بي بي اش موان بي كا او سي بي في بي سي بي في بي ياك. وشنو عندكم هنا؟ عفوا هنا كاينه موان. اذا غادي نقلبوا هادو لان ديجا هما قالبينهم مسبقين في ا بلس في بي باش تبان لينا. دونك في ا بلس في بي موان هي بلس في بي 10 اس بي اش موان بي كا او. اذا غادي نشوفو فين هي هادي. سي بي في بي سي بي في بي موان سي بي في بي موان بي اش و بي كا او هي لا. دونك هي هادي ليكسبغسيون ديالنا. دونك سي ا سي ليكسبغسيون ا سي ا. الوغ شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا لا كيسيون الاخرى لا ديغنييغ كيسيون. دونك لا ديغنييغ كيسيون شنو تتقول لنا؟ تتقول لنا لا فالور دو لا كونسونتراسيون سي ا سي 3 اش 5 او 3 موان. دونك شحال كتساوي لنا؟ يعني لا كونسونتراسيون ديال لا باز. مزيان الكونسونتراسيون ديال لا باز راه هي هادي. الا رجعتو معايا للطابلو راه هي هادي. دونك شحال الكونتيتي دو ماتيير ديال لا باز هي اكس اف.
Donc il y a XF. Il y a un tableau XF et il y a une quantité de matière qui est C. C3 H5 O3 moins. وش حكت تساوي لنا هاد اكس اف هادي راه هي الكونتيتي دو ماتيير المهم انا بار لا سويت هذا غنبقى ندير لي ا موان ما فيهاش اللي بقى يكتبو كامل دونك باش في في ا بلس في بي في ا بلس في بي صافي اذا ا موان اش غيساوي لينا ا موان غادي يساوي لينا هو اكس اف على ياش على في ا بلس في بي ها هي و اكس اف ديجا الا لقينا ليكسبرسيون ديالو هي سي بي VB moins 10 à la puissance PH moins PKE fèche VA plus VB le tour sur VA plus VB CB VB en farroari et le VA plus VB moins ed هاد في ا بلس في بي مع في ا بلس في بي غتمشي غتولي عندك بي اش موان بي كا او بي اش موان بي كا او دونك غادي تعطيني هنايا سي بي في بي هي 1.50 10 اس ناقص 2 في بي 10 توتال هو 30 ياك ناقص 10 اس بي اش عندنا هنا شحال كيساوي 3.3 3.3 و بي كا او هي 14 حيت حنا في 25 دوغري دونك 14 هاد 3 هاد 10 اس ناقص 3.3 ناقص 14 هادي تقريبا راه هي سي زيرو غالبا صفر الا حسبتوها راه غادي تعطيكم عدد قريب للصفر وبالتالي ما كاين لاش نبقاو اننا نديروها دونك هنا غتمشي لينا هاد الصفر مع هاد الصفر هادي مع هاد 10 دونك غادي تبقى لينا 1.5 على 3 في 10 اس ناقص 2 اذا 1.5 على 3 في 10 اس ناقص 2 هادي هي الفالور ديال كونسونطراسيون ديال من ديال اموا دونك 1.3 على 3 1.5 على 3 نقدروا ديال نرجعوها 15 على 3 وهاد 15 غنزيدو هنايا في الاس تولي 10 اس ناقص 3 حيت ولات 10 اس ناقص 1 في 10 اس ناقص 2 هي 10 اس ناقص 3 15 على 3 هي 5 5 10 اس ناقص 3 مول لتر موانزا دونك هادي هي الكونسونطراسيون ديال اموان نشوفوا واش كاينه في هنا 1.5 عفوا 5 في 10 اس ناقص 3 هي هادي سي دي دونك سي دي سي دي اذا نحن حاولنا اننا نجاوبوا على الاسئله اللي تعطات في الامتحان ديال الميدسين 2020 بالنسبة للكيمياء لاحظتوا بأنه ما كنحتاجوش يعني خاصنا نتعلموا دوك التقنيات ديال الحساب الذهني كاع داكشي ديال الكسور والجذور والكتابة العلمية داكشي اللي تعلمناه في الإعدادي فهنا خاصنا نخدموا به كامل يعني ما عندناش الحق ولا لاحظتوا حتى المشكل هو عاوتاني أنه ما قدرناش نجاوبوا على سؤال أو جاوبنا على شي سؤال غلط فلو غاس كله كيمشي لينا ديال التمرين حتى هو كيمشي غلط يعني خصنا نردوا البال لهاد الحويجات هادو دونك في الفيديوهات الجايه ان شاء الله راه غنديروا دي تكنيك باش نديروا الكالكول مونطال ونعطيكم دي فيش اللي يكون فيهم الريزومي ديال الدروس ديال الكيمياء والعلاقات اللي غادي تحتاجوهم باش تحفظوهم باش تبداو تجاوبوا على هادوك لي زيكزامان بلون و لي زيكزامان القدام اللي تحطوا باش انكم تستانسوا بالمباريات وتعرفوا كيفاش تجاوبوا على الاسئله وكيفاش تتجاريو الوقت ديالكم اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحصه هذه من هذه المعلومات هذه وان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جاي ان شاء الله.